هنتكلم عن البريسر بتاع الجديد اللي كان من نظر بتوع هي المشكله اللي معظم الناس ما بتشتغلش بيه اللي هي مش متخيله يعني ايه بس هنحاول نركز شويه على الانستريشن في الاكل والجديد اللي هنشوفه لكن هنقول بعض الحاجات زي الادفانتج والديس ادفانتج بتاع الريتينال بجت هو لو طبعا احنا عارفين ان احنا حالات الرينال فيلر هي على حسب الكريتي جي في ارض ستيج 5 بتحتاج رينال ريبليس بس سرجري والستيج 5 ده طبعا لما جي في ارض بيلعب 15 مللي عارفين النص كل كوزس للرينال فيلير ده كان الفرق كانت معموله في مصر كان هي الرفليكشن طبعا من الفاليتس وفي بعض الحاجات بتبقى هرمون التريتمنت ان حالات الرينال فيلير ما قدمناش غير ثلاث اوبشن يا اما كمان دايلسيس يا اما بريتيريال دايلسيس يا اما ترانسبلانتيشن سؤال كتير بين الناس بتسال الانسان يعني ايه الاحسن؟ احسن ايه دايلسيس ولا بريتيريال دايلسيس ولا ترانسبلانتيشن؟ الحقيقه مفيش حاجه احسن من حاجه هو الثلاثه بيكملوا بعض صح ان انا اختار البدايه المناسبه في التوقيت المناسب يعني ما ينفعش عيان يكون مثلا الافضل ايه بي دي فانا بدور هيمو دايلسيس وبعد فتره لما الادفانش بتاع البي دي ما عادش تبقى موجود واقول خلاص انا شفته على بي دي لانه هيستفيد منه هل مش هستفيد منه يبقى كده انا اخترت المدارك المظبوطه بس اخترت غلط او ان انا اختار المدارك الغلط في التوقيت صح المتعارف عليه طبعا الموست سيرجيكال هي طبعا ترانسبلانتيشن انا ببدل العيان كليا طبيعية لكن هو بالنسبة لي برضه بفضل عيان طول ما هو محتاج يمشي على علاج اللي هو الإيميونوسابريسن وكورتيزون. بعدها إلى حد ما ممكن نقول البريتونيال دايلسيس أكتر شوية عشان الأدفانتج بتاعته وبعد كده الهيمو دايلسيس. لكن هو الحقيقة الصح إن الثلاثة يكونوا موجودين عندي والعيان يجي بفصل بالوسيلة المناسبة على حسب الحالة بتاعته وأشرح له الثلاثة ومميزاتهم وبعيوبهم وبعد كده أسيب العيان يختار. ده ما بيحصلش في مصر لأسباب كتير موضوع الزراعة طبعا في لسه مشاكل في حتة الزراعة. خصوصا الزراعة من الحالات المتوفية فالزراعة تقريبا في القاهرة بس والأماكن اللي بره القاهرة تعتمد شوية على قصة إن لازم يكون فيها ريلاتيف موجود فده عامل طبعا ليميتيشن في الزراعة. البي دي في مشاكل كتيرة جدا جدا في مصر ماشي لكن في الآخر بتصب إن هو قرار سياسي مش حاجة تانية. عشان أعمل بكتيريال دايلسيس أعمل سيستم عندي في أي مستشفى الحقيقة محتاج تيم يكون موجود معايا. التيم ده بيبدا من البروجيست دكتور الكلى اللي بيتابع العيان في الستيجز المختلفه بتاع الرينا فيجر لغايه ما يوصل للستيج 4 وابدا اقول له انت تحتاج وسيله مساعده سواء بي دي او هيمو دايلسيس او ترانسبلانتيشن وابدا اقول له هنعمل ايه لو بي دي ببعته عشان يعمل الاسطره لو هيمو دايلسيس ببعته عشان يعمل الكسترا لو ترانسبلانتيشن بنبدا نعمل الايه اللاب بتاعه ده دور النيفرولوجي دور النيفرولوجي بعد كده بيتابع العيان حتى بعد بدايه الريتيرن دايلسيس بحتاج معايا دكتور باسكولار عشان يعمل مابنج للعيان صح ان هي عيان سي تي دي في الاول اعمله مابنج عشان هو لو احتاج في اي تمويل ان انا شفته من الريتيرن دايلسيس من هيمو دايلسيس ابقى عارف انا الخطه بتاعتي ايه بحتاج دكتور جراحه زي الدكتور ابراهيم كان موجود معانا دلوقتي لان اللي فصل اثار الجلوتوني هو دكتور الجراحه مش دكتور الكلى يعني الدكتور كده ممكن نحط له اثار الاكيوت بس لكن الكرونيك دي دكتور الجراحه اللي بتحطه على هنا في مصر. بنحتاج معاه حاجه دكتور كده يحط كل كسره بيرد درست دي زي ما كان الموضوع ده ما انا بقول على الاقل الكرونيك يعني هو الدكتور كده غالبا بيحط له الاكيوت. بنحتاج حد نوتيشن معانا ده موجود واحد في الكلى عشان كل عيال يبقى المفروض ليه طريقه اكل مختلفه عن عيال الكلى على حسب ده بتاعه بحتاج معايا النيرس النيرس عندنا نوعين في دي دي نيرس زي لسه نحن موجوده معانا يبقى دورها تعليمي مش انها بتبدا علاج العيال يعني تبع النقاط بتاع العيال المفترض ان العيال اللي بيطول اليوم بعمليات غسيل جت البيت فلما يحصل اي مشكله لازم يبقى في تواصل مباشر مع التمريض المسؤول عن الغسيل البريتوني او مع الدكتور المسؤول عن الغسيل البريتوني بحتاج حد معانا طبعا من السوشيال وركر لان ساعات كتير المشاكل عاملين الدايركشن عموما سواء جديد او هيلو دايركشن تبقى حاجات مرتبطه بالحاله النفسيه بتاع العيان اكثر منها حاجه عضويه. بحتاج طبعا الفارماسيست عشان صرف الادويه بتاعته وبحتاج حد من المخزن عشان المستلزمات بتاعت الغسيل البريتوني اللي هي المحاليل والوصفات. الحقيقه المشكله في مصر الناس كتير جدا رابطه الموضوع بحكينا اول حاجه تكلفه عاليه جدا هي الحقيقه تكلفه عاليه لان انت عندك ليميتيشن للانتاج بتاع المحلول او حتى الاستيراد بتاعه مرتبط بسعر العمله
لكن لو جينا نبص على اوضه ثانيه هنلاقي رقم واحده مساعده من المكسيك اللي هي تقريبا في نفس المستوى بتاع مصر وامريكا حتى في نص الاحصائيه الموجوده. في الدول العربيه السعوديه ممكن يكون المستوى مادي عالي شويه، لكن مثلا الجزائر من اعلى الدول العربيه في الغسيل البنطوني رغم برضه ان الدخل بتاعه تقريبا زي مصر مش فارق. في بعض الناس بتربطها بحته النظافه اللي هو لازم يكون مكان نظيف لدرجه الوعي لدرجه التعليم، لكن زي ما شفنا من اعلى الدول على مستوى العالم مثلا المكسيك وفي الدول العربيه حتى لو بتفرق هو في حته المستوى التعليمي. الانديكيشن بتاع البريتونيال دايلسيس المفترض زي ما اتفقنا العيان بيجي لي بيتابع معايا في العياده فانا هوجهه عن 6 شهور للوسيله المناسبه ليه. فانا هختار له الوسيله اللي تناسبه على حسب الحاله العامه بتاعته وهوجهه ليها، لكن المفترض لا ان عيان يختار. يعني انا ممكن يجي لي عيان واقول له انت افضل ليك الوسيله البي دي، وفي الاخر يقول لي لا انا مش هغسل البي، انا عايز اغسل الهيمو دايلسيس، انا ما عنديش استعداد اعمل حاجه بي دي وعايز انام على مكنه والمريض تعمل له كل حاجه، وده بيحصل معانا فعلا في الحالات اللي بتجيلنا. لكن ستيل في لسه انديكيشن العيان يعني في النص كوم اللي بيجي لنا حالات الاكسس فيلير طبعا للاسف، ورغم ان هو مضطر ان احنا نبدا بالبي دي في الاول. حالات الهاي تنشن يفضل ان احنا نبدا بالبي دي لان غالبا الفيسبل هتحل مش هيكمل بقى فترات طويله، واعتقد ان مش كفايه جدا في الحالات بتاعتنا. حالات الهارت فيلير وحالات السيمي كارت ديزيز يفضل ان احنا نبدا فيها بي دي. ممكن يكون افيلابل هيمو دايلسيس زي في بعض الكوارث الطبيعيه زي حالات الحروب تبقى مفترض ان يكون عندك مكان ويكون عندك مصدر للكهرباء ومحطه معالجه مياه، الحاجات دي كلها لازم تكون موجوده عشان تقدر تعمل هيمو دايلسيس. في بعض الاماكن زي الصحاري مثلا والغابات او في بعض اللي هي الكوارث الطبيعيه ممكن ده كله ما يبقاش موجود، فمش هنسيب العميل يموتوا. ففي الحالات دي لازم يكون في فيديو بروجرام موجود عشان يغطي البيشنت ده. طبعا عيان الفيديوز يفضل ان احنا نبعد عن قصه الدم خالص. في بعض العيال بيخافوا من منظر الدم، لازم احترم الشكوى دي وابعدوا عنها. في بعض العيال موظفين مرتبطين بوظائف ما يقدروش ان هو يوفر 3 ايام في الاسبوع 4 ساعات كل يوم عشان يجي يغسل، فيفضل ان انا ابدا له بي دي او يغسل في البيت. طبعا بيحدد المواعيد المناسبه ليه على حسب ظروفه. والاطفال طبعا يفضل نبدا فيهم بي دي مش يوم دايلسيس لاسباب كتيره جدا، من ابسطها طبعا انا مش ما بلاقيش لهم اكسس بسهوله. مش معنى كده ان كل الحالات ينفع لها بي دي. الحقيقه في بعض الكونترا انديكيشن منها حاجات كبيره في حاجات غلط، لكن طبعا اشهر العيانين اللي فيهم بريتريال اديشن نتيجه من ميديكال ديزيز زي الكريمات دور ديزيز مثلا او نتيجه اللي هو سيرجيكال بروسيدوس، عامل اكثر من عمليه فنتيجه العمليات الكتير حصل فيه فليج فيبروسيس، فالعيان ده مش عارف ان انا ابدا له بريتريال دايلسيس. العيان اللي فيه اي ليجن اوكيبايد البريتريال كافيتي او الابدون عموما زي حالات الهرنيا، العيان اللي فيه بور فيجن ده مش هيعرف يشوف كويس، مضطر ان هو اللي بيغسل نفسه، فالمفروض يبقى عارف يبص كويس عشان اوصل اسطره باللاينات بتاعتي، فلازم يكون نظره كويس. بعض حالات السيكات ديس اوردرز وبعض العيانين الازماتيك او العيانين السي او بي دي عشان مش هيعرف لو انا مليت بط ميه مش هيعرف ياخد النفس كويس، وحالات المورد كوليستري ده كله من الاول مضطر ان انا ابعد عن الجنيه دايس تماما، وده من الاول هشفته على الجنيه دايس اول كان في فرصه يطلع يبقى اكتر. انا بعمل سيليكشن بيشنت اللي بيجي في العياده بيتابع معايا بيحكم لي تقريبا 4 ايتمز كبار. اول حاجه الاتش يفضل ان الاتش عن الاورد اتش، ان الاتش لسه في الاول غالبا مش هلاقي معاه هرمون ديزيز ده في الغالب. العيان ده غالبا هيحتاج ان انا اشفته على اكتر من وسيله بعد كده، فلما اغسله في السن الصغير بريتونيال دايلسيس فانا بسيب الاكسس بتاعه لو احتاج ان هو يشفط على هيمو دايلسيس في اي وقت. العيان اليوم جيج ده غالبا بيكون فيه لسه ريزيدو كيدني فانكشن، فلما بغسله بريتونيال دايلسيس بحافظ على ريزيدو كيدني فانكشن الموجوده بكل الفوائد بتاعتها. الجنرال كونديشن بتاع العيان، يعني العيان اللي جاي كومور ديزيز مثلا في كانسر ادفانسد مثلا في ديزيز ثانيه موجوده، ما عنديش مشكله ان انا اقول ان الهيمو دايلسيس او البريتونيال دايلسيس مش هشوفهم بعض كتير، ممكن ابدا الهيمو دايلسيس لو عندي البريتونيال دايلسيس. لكن العيان الكويس اللي مش فيه مشكله بقصه الرينال فيلر الموجود فده مش فيه مشكله يفضل ان انا ابدا البريتونيال دايلسيس. البريتونيال طبعا بتاع البيشنت احنا بنحب العيان الموسوس شويه، يعني كل ما نشوف حاجه يرفع سماعه التليفون ويكلمه، ده يفضل بالنسبه لنا. لكن عيان اللي دماغه كبيره او بيطنش ده ما يفضلش، ما عندها غالبا هيبقى فيري ديت اتاك اوف كريتونايتس وده ما بيكملش كتير في المشروع. وفي نفس الوقت العيان الاكتف، يعني العيان اللي مرتبط بشغل او بوظائف او بيحب يتحرك كتير او سفر او هنا او هنا يفضل طبعا بالكلام بس مش يوم بس عشان ما احطوش بمكان وبوقت. والعيان اللي فيه ريزيدوال كيدني فانكشن عشان احافظ على الكيدني فانكشن احنا عارفين مع الهيمو دايلسيس
العيان بيحصلهم ريبيتد اتاك وفايبر تنشن، فايبر تنشن المتكرر ده هيدخل العيان بعد كده ان هو ما عادش هيبقى كده فين فانكشن، وهنخسر كل الادفانس بتاع الجديد وفين فانكشن في العيانين. زي ان انا مثلا ممكن يعدي جلسه زي ما احافظ على الليفل بتاع الهيموجلوبين بتاعه والحاجات الثانيه اللي موجوده. البرتنال دايلسيس ده بنقول عليه انترنال بروسيس، بنقول عليه انترنال بروسيس يعني هو بيتم داخل جسم الانسان، بعكس الهيمو دايلسيس ده اكسترنال بروسيس بيتم بره، لان انا بحكم على البروسيس بالفلتر. الفلتر بتاعت الهيمو البرتنال دايلسيس طبعا هو البرتنال ميمبرين. البرتنال كانت عندي بياخد في حدود 3 لتر، لكن انا طبعا ما بنقولهاش كله، انا ما اعرفش اخد النفس، فانا بحط تقريبا في المتوسط 2 لتر. بعتمد على ان انا بخرج التوكسنز اللي موجوده او السيوس اللي بعمل الفيوجن والفوليوم اوفر رود او الفوليوم الاثيرول اللي موجوده دي بخرجها من الالترا فلتريشن عن طريق ان انا بحط هرمون الايجن في المحاليل بتاعتي، فهي بتبدا تسحب الميه وعلى حسب الجريدينت او البريشر من التركيز البدائي للتركيز العام. الاساطر زي ما الدكتور ابراهيم قال عندنا حالات الاساطر انواع كتير، في الستريت وفي الكيربل في البوين في السوان نيك. الاساطر حتى على حسب برضو اللي هي حالات الاساطر اللي هي كرونيك او الاكيوت المتابعه نفسها بتختلف حتى في التصنيع. البروتينيال كلود عندي بيحتاج ان يبقى فيه ثلاث حاجات، اول حاجه اوزموتيك ايجنت اللي هو بالنسبه لنا الجلوكوز عشان الفلويد ريموفال، عندنا الالكترولايت عشان الالكترولايت البالانس اللي موجود في العيان ده، وعندنا الاسيد بيس بافر لان معظم العيانين عندنا العيانين اللي هم رينا نون ديرمال او رينا فيلر وعلى سبيل المثال فبحتاج ان انا اعدل في الاسيدوزيس اللي موجود. الجلوكوز تقريبا اللي احنا بنستخدمه بنستخدمه في تركيزات مختلفه، في 1.5 2.5 4 ربع او 1.7 ولا 4 3 في المحاليل اللي موجوده في مصر دلوقتي. بستخدم المحلول التركيز بيزيد على حسب العيان بتاعي بيزيد ميه قد ايه، دي الوسيله الوحيده اللي بقدر اتحكم فيها في النمو والفلو لان انا ما عنديش مكان عايز بيها الحاجات دي. الفكره بالنسبه لي تركيز الجلوكوز في المحلول طبعا اعلى من تركيزه في جسم الانسان، فيبدا الميه تتحرك للمحلول ويبدا الجلوكوز يدخل في جسم الانسان. الالكترولايت اللي موجوده في المحلول اللي هي مكتوبه على المحلول زي الهيمو دايلسيس دلوقتي صوديوم كالسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم. البفر عندي في انواع كتير، في النون باي كارب بفر، في باي كارب الاكتيف، في باي كربونات بفر اللي موجود دلوقتي. اتفقنا ان احنا عندنا البروسيس بتتم ان انا بدخل كميه من الفلويد في حدود 2 لتر وبسوق في بطن العيان فتره اللي هي فتره الدايلسيس، وبيبدا يحصل الاكستشينج في الفتره دي، بتبدا يخرج الحاجات من التركيز العالي اللي هي بالنسبه للتوكسن للتركيز القليل اللي هي المحلول، ويبدا يخرج الفلويد من التركيز القليل للتركيز العالي على حسب الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز. عندنا انواع كتير اللي هي السي والاوتوماتيك والكونتينوس سايكلينج والانترميتنت والنايت والنكتورال انترميتنت والفايدر، لكن اللي احنا بنستخدمه هنا دلوقتي اللي هو السي ان دي او كونتينوس اندرويد بروتينيال دايلسيس. الفيز بتاع مرحله الغسيل او عمليه الغسيل البريتوني نفسها بيتم في ثلاثه فيزز. اول حاجه في فيز ودي من 10 دقائق تقريبا لربع ساعه اللي انا بدخل فيها المحلول في بطن العيان. الدول فيز اللي هي عمليه الغسيل الفعليه ودي من 4 ل 8 ساعات، والدريد فيز دي من 10 دقائق لثلث ساعه اللي انا بخرج فيها المحلول. الترتيب ده بالظبط اول مره اول جلسه في حياه العيان. من ثاني جلسه لغايه ما العيان بيبطل غسيل بريتوني بنقل الترتيب، يبقى اول حاجه الدريد فيز العيان من ثاني جلسه بحط فيها المحلول، بخرج المحلول اللي موجود في البطن خلاص، وبعد كده ثلث فيز احط المحلول، وبعد كده افصل واسيب العيان دي يغسل من 4 ل 8 ساعات، وبعد كده ابدا الجلسه اللي بعدها. مميزات البروتينات دايلس عن الهيمو دايلسيس في حاجات كتيره جدا. اول حاجه عندنا اكسبانشن وزيد ريسورسز. انا عشان اغسل للعيان محتاج مكنه، والمكنه اقصى عدد ليها 6 حالات بس، 3 جلسات في اليوم على مدار يومين. محتاج اوفر مكان مستشفى واحد كده بالكهرباء بالدنيا تحتها ثلاثة، محتاج اوفر دكتور لكل 10 حالات تقريبا على حسب الجايد لاينز، وممرضه لكل 4 حالات ده اقصى حاجه في الجايد لاينز. انا في البريتون ما بحتاجش القصه دي كلها، انا ممكن دكتور واحد يمسك المشروع، ممكن ممرضه واحده تمسك 40 حاله، فده بيوفر عدد كبير عندي. مش محتاج مكان، مش محتاج مكان، مش محتاج محطه ميه، مش محتاج اي حاجه، العيان بيمسك في البيت عندي. فده بيوفر لي بناء التاني بيوفر لي لو احنا بنحسبها الموضوع واسع شويه كتكلفه، لا هو التكلفه الاجماليه اقل كتير جدا من الهيمو دايلسيس. يعني طبعا بنحافظ على الفوسفوراكس زي ما اتفقنا، لان العيان لو بدا يتعب بيجي غالبا هيحصل فيلر لاي حاجه سواء هيمو دايلسيس او هيمو دايلسيس. فلما بحافظ على الفوسفوراكس بتاع العيان ممكن بعد فتره اقلب على هيمو دايلسيس
زي ما اتفقنا يفضل بالنسبه للاطفال عشان اسباب كتير. انا حافظ على زيدو كيدني فانكشن، بيحاول بيحافظ على الميديكال كونسنتريشن والبتاع الانفكشن. احنا اكتر حاجه بنخاف منها طبعا حالات الـ HCV في المحلات بتاعتنا، فهو العيال ده بيكسب في بيته فبعيد خالص عن القصه بتاع الـ Blood Borne Infection. حتى الحالات بتاع الانفكشن عاديه زي الـ Blood Borne Infection او الـ Osteoarthritis Infection عموما بكل انواعها، هو العيال بتبقى بعيد عن القصه بتاعتها. لو بصينا على العيان الميتونيا دايلسيس واحنا مش فاهم مش هنعرفه، هو انسان عادي خالص مش هيبان عليه، لكن الهيمو دايلسيس بنعرفه احنا بدون عربيه بيبقى باين عليه. فده بيبقى انسان طبيعي بنحافظ على الكواليتي اوف لايف بتاعته بيقدر يمارس حياته عادي. فهي بكل مقاييسها افضل كتير لو احنا مشينا صح والعيان قدر يحافظ على نفسه من العدوى. الخوف الحقيقي او الكومبليكيشن بتاع الميتونيا دايلسيس عندنا حاجتين بنقسمهم لايتنز بار، في الانفكشوس كوميونيكيشن والنون انفكشوس. النون انفكشوس هي حاجات بقى ميكانيكال ريليتد بالقسطره، سواء في وقت التركيب او حاجه ميكانيكال او القسطره بتخش تطلع من فوق او كويل او اتقفل الجمهور، اسباب كتير ليها. لكن الانفكشوس اللي احنا بنفكر منها شويه في اللي هو الانزيت سايت انفكشن عادي زي القسطره اللي بيرنا، في الطامن انفكشن، وفي البرتونايتس ده البعض بتاع الغسيل البلتوني، وده تقريبا السبب اللي كان شكلت العيان الغسيل البلتوني على الهيمو دايلسيس الثاني. كمان هيبقى معظم منهم نظري في النيكل بريزنتيشن بتاع البلتونايتس، حاجات ريليتد للبلتونايتس زي الوقت كوليك والبوكي والبارية، وحالات حاجات ريليتد للغسيل البلتوني بتاعنا. ان انا ابص على المحلول الاقي ديرمز او كلاودي، ان انا ابص كميه المحلول اللي خارجه اقل من الكميه اللي المفروض تخرج، او ان ما عادش فيه اكتر فيرتيليشن فانكشن للبروتين من جيد. الموست كومن اورجانيزم البي دي بروجرام هنا في مصر كان هي طبعا اماكن محدده اللي شغال فيها. عندنا في الدوله كنا مطلوبين فتره معينه على الجمعيه الخيريه، وبعد كده حصل مشكله في الجمعيه الخيريه فاضطرينا نبدا نتجه للقرارات نقلت الدوله. في الجامعه الخيريه كنا شغالين على الكلوز سيستم، البلاستيك كلوز سيستم اللي هو بتاع الريستر، لكن لما بدانا نشتغل على القرارات نقلت الدوله والتامين الصحي اضطرينا نبدا الاون سيستم عشان التجربه. احنا عندنا انواع يا اما كلوز يا اما سيمي هيم اوبن، وده هنشوفه دلوقتي في الديمونستريشن وهي الصور بتاعتهم. كان كتير تقابلنا مشكله ان لما تيجي تتكلم مع الشركات عشان تعمل بروتوكول بروجرام كان يقول لك هات لي حالات الاول عشان اقدر اصنع لك الكميه المحاليه اللي انت عايزها. والحقيقه انا ما اعرفش حالات بروتون، انا ما عنديش محاليل، فكنا بنقول موفر المحاليل واحنا نبدا نجيب لكم حالات. ودي كانت مشكله كبيره جدا ما اتحلتش لما طبعا اتعملت اتفاقيه ما بين المستشفى والمصنع ان هو هيتعمل لنا خط انتاج ويطلع كميه واحنا ملتزمين ناخد الكميه دي في خلال فتره معينه. فاحنا بقى لنا فتره طويله شغالين على القصه دي وهم الحقيقه اللي وفروا لنا، بس طبعا كل شويه بيحصل دروب من حته التوقيت دي. الفاليديشن بتاع البروتينيال دايسيس احنا اول حاجه عندنا البيشنت سيلكشن، بيجي لي العيان زي ما اتفقنا في العياده، ببدا اقيمه واشوف هو ينفع مع البي دي ولا ما ينفعش. بعد كده الاديوكيشن، بجيب العيان بفرجه على البرزنتيشن، بفرجه على الفيديوهات التعليميه، ببدا اقيمه بوستر ماشي. واحنا كنا عملنا بعض الاوقات زي ندوات كده، وكنا جبنا فيها حالات هنا فعلا وبدانا نتكلم معاهم. بعد كده خاصة الانفكشن زي ما الدكتور بيقول لك بالظبط، بعد القسطرة ما تتحط ده حاجات لايف من العمليات. بيجي العيان عشان القسطرة طبعا هتاخد لها اسبوعين تقريبا لما تحصل دي في الجلوس خارج الاوبري، ما بعرفش اغسل يومها، طب نعمل وش القسطرة عشان ما تقفلش. بجيب العيان يوم بعد يوم وبدخل محلول وبخرجه. لا هو في البريتوني انا بدخل الاثنين لتر مره واحده وبقفل القسطرة على كده، في الوش انا بدخل 100 سم وبخرجه مره واحده. ماشي. طب الصرامة كيفش؟ عشان الصرامة كيفش؟ بالظبط كده. في النورمال ما بنحتاجوش، يعني احنا حتى بنستخدمه في بعض الحالات لو في مثلا او حالات البريتونايتس احنا ممكن نستخدم ليبريم احنا بنقفل الاصفار، لكن العادي بتاعنا ما بنستخدموش. بعد كده المفترض ان العيان خلاص هيبدا بريتونايتس دايركت، وانا شرحت له وعملت مره واثنين وثلاثه وهو بيشتغل بايده. المفترض ان انا اروح البيت عنده اشوف المكان، لو في عنده هوم فيزيت دي بتحصل مرتين، مره قبل بدايه الغسيل البلتوني في البيت عشان اشوف المكان، احط المحاليل فين، ال وش
لو نزلت اشوف المكان نظامه ايه شكله ايه ايه الطريقه اللي هيشتغل عليها خلاص. بعد كده بنبدا العمليات الدايز نفسها عندي، وبعد كده عندي كامل عنده في البيت. مفترض ان انا بعد فتره مثلا اشوف على حاجه برضه عشان اشوف برضه شغال في البيت ازاي. العيان بجيبه مره عندي كل شهر خلاص. هو الفكره ان العيان اللي اتعود على حاجه بيعملها بصفه دوريه او كل يوم بيبدا يبدا يتعود عليه، فيبدا ما ياخدش باله. ممكن بعد فتره يبدا يطنش حاجات، يبدا في سهو الحاجات كتير، فممكن بعد كده يحصل انفكشن بسهوله. فانا بجيبه كل شهر وبخليه يعمل جلسه قدام اشوف هو بيعمل خطوات مظبوطه ولا لا، واخد بلانه ومكافاه العدوى ولا لا. في نفس الوقت بعمل له التحاليل الشهريه اللي انا بعملها للعيان وهو دارس من العادي، وبصرف له العلاج بتاعه. في نفس الوقت بتعين عليه عشان لو في اي كومبليكيشن تاني حصل ممكن يبقى افضل بلد. في بعض الحالات مثلا ممكن يحصل تغيير بسيط في المحلول او بلاد بروتوبايتس، هو مش واخد باله او مش في دماغه او ما كانش ان هو يجي. فالزياره الشهريه برضه بتفيدني ان انا اتابع التفاصيل دي كلها. زي ما اتفقنا ان عندنا في فيز ودول فيز ودول فيز المانسلي فيزت، وبعد كده الكومبليكيشن احنا عملناها ده شيت بتاع العيان عندنا بيتكتب فيه اللاب بتاعه لو شهر ونفس اللاب بتاع الدوكوماليسيس، ودي التحاليل اللي بتتسحب شهريا والعلاج اللي بياخده كل شهر، وده توزيع الحالات. انا بس هعرض ال طيب انا عايز بس نعرض الفيديو الاول او نطلع حاجه في اليوم اللي بعده. ليه؟ ما انا بقول لك نعرض الفيديو وبعد كده نسال. وانت مش هتسال. مش هتسال.